مرحبا بكم في قناة English with سمير لتعلم اللغة الإنجليزية. في درس اليوم سوف نتعلم بعض التعابير التي نستعملها للتعبير عن حبنا. في أحد الدروس السابقة تحدثت عن تعابير خاصة بالاشتياق، وسوف أترك لكم رابط ذلك الدرس في صندوق الوصف. إذن هذا درس خاص بالتعابير الخاصة بالحب، حينما نريد أن نعبر عن حبنا ولكن بطريقة جميلة وبطريقة فيها نوع من البلاغة. إذن لايك الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد. هيا بنا. التعبير الأول: You are my reason for living. إذن التعبير الأول هو You are my reason for living. بمعنى نعم أنت سببي في العيش. You are my reason for living. You are my reason for living. بمعنى أنا أعيش لأجلك. You are my reason for living. You are my reason for living. إذن هذا هو التعبير الأول. نمر إلى التعبير الثاني. والتعبير الثاني: You are everything to me. You are everything to me. أنت أو أنت كل شيء بالنسبة لي. You are everything to me. 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 أنت كل شيء بالنسبة لي. You are everything to me. أو أنت بطبيعة الحال حسب المخاطب. الآن نمر إلى التعبير الثالث. والتعبير الثالث: You are the light of my life. أنت أو أنت ضوء حياتي. إذن You are the light, ضوء, the light of my life. You are the light of my life. أنت أو أنت ضوء حياتي. You are the light of my life. You are the light of my life. إذن تعبير جميل أيضا. You are the light of my life. نمر إلى تعبير آخر. وهذا التعبير هو I adore you. أنا أعشقك. I adore you. I adore you. I adore you. أنا أعشقك. كذلك you you occupy my thoughts. إذن أنت تشغلين تفكيري. You occupy my thoughts. بمعنى إذا كنت تفكر في شخص من جانب أنك تحبه يمكنك أن تعبر بهذه الطريقة. You occupy my thoughts. You occupy my thoughts. بمعنى أفكر فيك كثيرا أو أفكر فيك كثيرا. Okay. إلى هنا أصدقائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس. آمل أنكم قد استفدتم من هذه التعابير. سوف أترك لكم الدرس الخاص بالتعبير عن الاشتياق في صندوق الوصف. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد، أراكم بخير.